طبعا شكل جميل جدا جدا جدا. حلوة، نكمل دبل كليك رايت كليك اوبن ويندو ونرجع عليه الريفلكتنس. مبدئيا انا كده خلصت من التكتشر كولر او من الكولر. نقفل بقى اللاير سيت اب ونروح لاهم عامل في الموضوع كله، حاجه اسمها لاير فرنل. لان الريفلكشن بيبقى على حسب زاويه الكاميرا، انت قدامك بيبقى ريفلكشن شارب، ولما بيبعد عن الكاميرا بيبقى ريفلكشن بلر. فلو رحنا للاير فرنل هقول له في النون ممكن اقول له كوندكتور، كانه معدن موصل للكهرباء، بس انا بحب اعملها كاستم فاقوم قايل له دايلكتريك. بس في الاي او ار ارفع القيمه دي هتبقى رفع رفع حلو، يعني 5 مثلا، لسه 10 بالظبط لغايه ما تاخد الميتاليتي لوك. انت ممكن توصل هنا على فكره برقم زي ده، تمام؟ فانا هخليه 20 في النص، وافتكر ان ده هيفرق معانا جامد جدا لو احنا جينا عملنا كده مثلا. هنلاقي الانعكاس ما عادش واحد على السطح كله من اوله لاخره، بقى فيه جزء فيه انعكاس شديد، بعد كده بيقل شويه، بعد كده بيشد شويه، وهكذا. ده اللي احنا عملناه في اللير فرنل. ممكن تزيد شويه بس كده، تمام. ده كده بالنسبه لللير فرنل. طب هو احنا هنسيبه كده؟ لا، الروفنس اولا هو مش هيبقى رف او مش هيبقى بالمنظر ده على مستوى الاوبجكت كله، لا انا عايزه يبقى في حته شايني قوي، في حته تانية رف، وهكذا. طب دي تيجي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها، افتح دي كده، الرفنس تكتشر. تكتشر دي ودي ودي، التلاته دول الاربعه دول ابيض واسود، اي ايمج ابيض واسود، تمام. طيب لو احنا خدنا التكتشر، واقول لك على حاجه، لما تيجي تعمل حاجه زي دي اعمل تيست ماتيريال. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اعمل تكتشر ابيض واسود تتحكم لي في الرفنس دي، بمعنى ان انا عايز مثلا لما افتح دي كده واخد مثلا واحده زي دي اوبن، اقول له نو، بص لو احنا رفعت لك الرفنس دي قوي، شايف رف في حتت، ريفلكتيف في حتت، انا عايز كده، بس انا عايز اشوف شكل دي قبل ما اشتغل. خلاص، فنعمل ايه؟ انا مش عايزه رف قوي كده، او خليه الرفنس بتاعه جامد شويه، تمام. بس جوه دي هقوم جاي حاطط لير، عايز اشتغل على لير، ادخل جوه اللير، تمام. رايت كليك اوبن ويندو، كده انا فتحت الويندو دي مش دي. طيب جميل قوي، جوه دي بقى انا عايز اعمل كومبلكس، عايز اعمل حاجه كومبلكس شويه. اولا انا هشيل دي ريموف واحط ايمج ثانيه، ولتكن ايمج زي، مش عايز في الروفنس اسود، لان اسود دي هتتعبني، تمام. فانا عايز حاجه ما تكونش فيها اسود كده، يعني ممكن دي مثلا اوبن كده. تاني احط ايمج جايه مثلا، ولتكن زي مثلا زي دي مثلا، اللي هي بصمات الايد، حاجه زي دي اوبن. طب اصبحت دي فوق دي. طب لو جينا قلنا له كده مثلا سكرين اوفرلاي، طب خلينا في سكرين، وهاخد وبس دي شوية بس. دوج افتكر كويسة، وممكن لو دخلنا جوه دي و اوبس قللنا الرقم، ايوه بالظبط كده هتظهر كده، تمام.
الابيض ده كله روفنس، تمام. الاسود ده لو عايزين نضيعه هقوم رايح لافكت حاطط برايتنس وكونتراست، بس هاخدها تحت ايه ده، لان لو حطيتها فوق دي هياخد الاتنين اللي تحته، فانا ممكن اقول له اقلل الكونتراست وانزل الجاما كلها كده. دي بقى كده. اطلع اب حلو، اطلع اب تاني، اقفل، افتح الويندو اهو. لو انت رفعت الروفنس دي قوي كده هتلاقيها بالمنظر. طبعا السبيكولر جامد قوي فهنقلله، بس هو ده اللي احنا هنلاقيه لو احنا قفلنا دي كده وجينا عملنا ريندر. ادي الريندر اللي احنا رندرنا. طيب هو جميل، بس انا عايز الجلوسنس باينه عن كده كمان. دبل كليك و دبل كليك، ايوه، واروح للريفلكتنس واروح للروفنس لاير زي ما انا عادي جدا. هحط افكت تاني، بس المره دي هحط كالرايز. كالرايز بيخليني اعمل مابنج للكالر، يعني اما ان انا اخلي الاسود اسود، يعني اعمل التلوين للصوره. فدبل كليك هنا كده عشان احط تريانجل، ده هسيبه اسود، ودبل كليك هنا وهخلي ده ابيض كده. ما عملتش حاجه، بس اللي هعمله بقى اني لو عملت كده انا بزود الابيض وبالتالي الروفنس بتزيد، ولو عملت كده هزود الاسود وبالتالي المساحات الريفلكتيف بتزيد. بدأت الروفنس تبان اللي هي بصمات الصباع اهي، تمام. ازود كده شويه، بدأت تبان بزياده، تمام. النقطه السوداء الوحيده الحاجات دي طبعا تتنضف بالفوتوشوب، بس خلينا نخش جوه دي تاني. و لا يا واحد، مش اللي هي، ناخد دي احسن، بس نهديها شويه، تمام. نيجي هنا بقى ممكن كده تبقى كلها رف، لكن انا عايز يبقى فيه كونتراست. مش عايز ابيض قوي، ايوه بالظبط. تعالوا كده لو قفلنا وجينا رندرنا تاني، بس بورشن خفيف هنا كده، ادي طبعا النتيجه احلى من الاول كتير جدا جدا جدا. في بقى حاجه كمان، لو انا عايز اخلي الماتيريال دي حجمها مناسب كمان للاوبجكت، ممكن ان انا اعمل رايت كليك على التاج واقول له فيت تو اوبجكت. ما بعملهاش كتير بس هوريكم الفرق. لو قلت له فيت تو اوبجكت هنا بيقول لي do you want sub objects to be included، ليه؟ لان ده تحت اوبجكت، فاقول له يس. طب كده عمل ايه؟ كده لو جينا نعمل كده تاني هنلاقي ان حجم الماتيريال اتغير. ولما حجمها يتغير هنلاقي تكرار النقط اللي فيها روفنس زاد. على فكرة الموضوع ده له طريقتين، زاد او قل الله اعلم، على حسب ما يعمل فت افتكر هيبقى زاد. ما ننساش ان الجريل دي قدام ورا، يعني في واحدة تانية ورا، تمام. طب هل ينفع نظبطها يدوي؟ على فكره هي كده اتظبطت احلى من الاول، بس لو احنا رحنا كده سيلكت التاج
سيلكت الاوبجكت، وتروح هنا بدل ما انت على الموديل مود تبقى على التكتشر مود، عشان ما حدش يقول لي باشمهندس انا جيت بعمل سكيل ما بيجيبليش الماتيريال. خلي بالك قوي من المود ده، الموديل مود تبقى على التكتشر مود. ادي شكل الايه التكتشر. بصوا كده، لو انا رحت خلي بالك لازم تكليك على السهم، يبقى بالراحه كليك الاول على التكتشر واتاكد ان الاوبجكت بتاعي معمول له سيلكت، بعد كده اتاكد ان انا على التكتشر مود مش على الاوبجكت مود او على الموديل مود، واتاكد ان انا منشط الاكسس. ليه؟ لان الماتيريال هي مش جسم، هي عباره عن جسمه مجسم كده. لو جيت رحت للسكيل بقى وعملت سكيل كده، كده انا بسكيل التكتشر نفسها، كده بقلل حجمها، تمام ماشي بالشكل ده تمام. انا برضو عايز اسكيلها على اكس، بعد كده ارجع للموديل مود، شيل الاكسس ونعمل ريندر كنترول اس ورندر ونشوف اهو زي ما احنا شايفين الدنيا اتظبطت كتير قوي قوي عن الاول. واحد يقول لي ده الموضوع طويل قوي، الموضوع مش طويل، الموضوع بس عشان انا بشرحه لك. الموضوع ده لما تيجي تعمله بعد كده مش هياخد منك ربع ساعه، ما نسطولش الدنيا، احنا بس لسه في الاول. ندبل كليك بقى نرجع تاني للتكتشر، وكده انا خلصت من الروفنس. عايز اجي بعد كده لحاجتين مهمين قوي قوي قوي، اللي هما الريفليكشن سترينجز. طبعا عمره ما هيبقى بنفس النسبه دي على الاوبجكت ككل، وعلى فكره هما كلهم نفس الماتيريال. خد دي كوبي وروح للريفليكشن سترينجز، رايت كليك قول له بيست تمام. بس خلي بالنا بقى ان دي ما ينفعش فيها اسود خالص. اذا انا هخش جوه اللاير، واللون الاسود ده يبقى الى حد ما مقارب من الابيض. ممكن نزوم كده مثلا بحيث، بس نخلي بالنا من حاجه، الحتت اللي فيها روفنس دي هي دي اللي انا مش عايزها فيها ريفليكشن جامد، فرايت كليك قول له انفرت تمام. عايز اعمل كده مثلا بالظبط كده، كده الدنيا ظبطت. ايوه بالظبط كده. الحتت اللي فيها باتشز دي اللي ما فيهاش ريفليكشن، زي ما قلنا ما يبقاش اسود. نطلع اب، خلي بالنا السبيكولر كلر اللمعان، مش عايز اللمعه دي استحاله هتبقى نظيفه قوي كده، ودي كلها حاجات زي دي. هروح للروفنس كوبي واروح افتح السبيكولر رايت كليك بيست نفس الليله تمام. نقفل نرندر وارجع لكم بعد الرندر. اهو بصوا بدأنا نشوف فروقات، بدأنا نشوف حتت ما فيهاش ريفليكشن، حتت فيها ريفليكشن. ده مهم جدا 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 في عملية الرياليزم. معلش انا اسف فصلت، ومش عارف انا كنت قايل ايه او واقف لغايه فين، بس عامة احنا وصلنا لده، وما افتكرش ان انا قلت حاجة تاني. في بقى نقطة انا عايز اتكلم فيها، انا عايز ازود بس الروفنس دي شويه مش قوي تمام، وهسمي دي البيز لاير. ليه انا سميتها البيز لاير؟ لان انا هقول له اد واحط جي جي اكس لاير، لاير تاني. اللاير دي هخليها اد، وهروح للاير فيرنل واقول له دايلكتريك كالعادة، بس مش هلمس ده، هسيبه زي ما هو. طب ايه فايدة اللاير دي؟ اللاير دي انا بسميها التوب كوت. عارفين الطبقة اللميع اللي هو خلاص انت مثلا
دي كده اللي عليها الدنيا كلها، اما دي فبتدي الفينش اللي فوق الماتيريال. بس دي هعمل سنه روفنس خفيفه، لان خلي بالنا احنا عندنا برضو في الاول وفي الاخر مش معنى نظيف. تاني حاجه هقلل الاوباسيتي بتاعتها شويه، تمام؟ عشان افتكر كده لو جينا عملنا ريندرينج نبص كده بقى على الريفليكشنز الحلوه اللي احنا شايفينها دي، والفرق لما بس حطينا اللير اللي احنا شفناها دي. طيب فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نحط الديرت، تمام؟ او حاجة تكسر البرفكت في الكالر اللي احنا شايفينه ده. ده ممكن لو عملنا دبل كليك ورحنا للديفيوجن، اقول لكم بلاش الديفيوجن خلونا زي ما احنا. الديرت ده انا ممكن احطه بماتيريال تانية وممكن احطه في الديفيوجن. بصراحة انا بفكر او بفضل ان انا احطه في ماتيريال تاني. نقفل دبل كليك، ودي هسميها جريل ديرت. عشان كده قلت لكم انا سميت الاولانيه بيز. طب الديرت دي دبل كليك، انت احنا عايزين تراب صح؟ طيب تراب، يعني انا هعمل كده مثلا كلر زي ده، مش عايز ريفليكشن فيه خالص، لكن عايز هنا حاجه اسمها الفا عشان اعمل بريك لدي. نضغط على الفا وتروح هنا خد اي ايمج تعجبك، بس تبقى اسود طبعا. ما يفضلش تاخد اسود وابيض، يعني خليك خد حاجه فيها درجات الجراي. واحده زي دي جميله جدا على فكره، اوبن هنلاقيها بالشكل ده، تمام. ممكن نضيفها، ممكن احنا نحط فوق دي كالرايزر، اضغط اسحب لتحت وخلي دي ابيض، ماشي. ممكن نعمل كده فنعمل بريك اب اكتر، او نضغط هنا كده ونغمق دي سنه فنعمل مابنج للكالر زي ما احنا شايفين. ودي ممكن متبقاش ابيض قوي، ممكن تبقى بحيث تبقى شايفين شبه كانها فيها ترانسبيرنسي، لكن هي ما فيهاش ترانسبيرنسي، تمام كده. كمان شويه تبقى كده، تمام بالشكل ده. دي الدسك، يعني كده احنا خلصنا من الدسك. طب نحطها ازاي؟ تاخد دي فوق دي، هتقول لي اتنين، ده اتنين وتلاته واربعه وعشره بالمنظر ده كده. طبعا اظن واضح الخطأ فين. هكليك دي بروجيكشن او مايله كيوبيك. دي بقى مثال حلو قوي، لو احنا كليكينا الماتيريال دي رحنا على التكتشر مود اكسس مود، تمام، وسلكت الاوبجكت الماتيريال دي، تمام. بصوا كده لما نكبر تبقى عامله ازاي، ولما نصغر تبقى عامله ازاي. اظن الفرق واضح وباين جدا جدا جدا. بصوا كده لو احنا جينا نعمل ريندر، نفتكر الاوباستي بتاعتها عاليه شويه وهتحتاج تخف طبعا زي ما قلت ضايع خالص، تمام. فانا هضغط دبل كليك واروح هنا، ودي هخفها خالص، ودي كده وازق دي كده. هو يعني افتكر كده راحت، يعني بقى في ضغط خفيف قوي. نخلي بالنا دي مش الكالر، ده دي الالفا.
يعني لما بشتغل ابيض واسود يا اما بظهرها قوي يا اما بخفيها قوي، تمام؟ فعشان كده انا تعمدت ان انا اخلي الكالر بالمنظر ده كده. هنشوف الافكت انا شكله عامل ازاي. تمام. اللي عايز يتغير المرة دي بقى مش ده، اللي عايز يتغير الايمج نفسها. تمام، افتكر هنجيب ايمج فيها باترن زي ده، او في واحدة تانية دي. بس طبعا نخلي بالنا الكالرايزر ده هيتعدل، لان طبعا دي غير دي، عشان نجيب ال سكراتش دي كده. يعني شفتوا ما بدأتش تظهر الا فين، فمحتاج كده مثلا رندر. افتكر ان الكالر هو اللي ساتوريتد شويه، فانا هروح للكالر تمام وهخليه دي ساتوريتد ده اولا. ثانيا في الالفا هجيب ده كده شويه عشان يبقى يختفي حبتين، ونطلعه كده برضه شوية، بس قبل ما نجرب بقى كمان أنا عاوز أروح ل تيكتشر و أكبرها شوية. مستوى الضغط ده أنا كده راضي عنه تماما. أنا كل اللي عملته على فكرة إن أنا بس خفيت البرايتنس بتاع الكالر، وافتكر كده كويس. ممكن كمان نخف برايتنس الكالر ل10. وفي حاجه بس انا عايز اعملها، انا ممكن استغنى عن الجلوبال الومنيشن دلوقتي، انا تقريبا عامل باتنين لايت بس ما افتكرش ان هما ينوروا. ما نوروش فعلا، فاحتياطي هقوم منور دول اللي هما الاساسيين بتوعي، وبعد كده ابقى اشغل الجي اي في الاخر. انا بس عايز اشوف بس بسرعه شويه شكل الماتيريال. تمام، وافتكر هي كده افتكر كويسة. يمكن هروح كمان للفيزيكال ريندر واخلي دي 3 واخلي دي 2، يعني حتى لو في شوية نويز مش مشكلة، بس يبقى الموضوع اسرع من كده شوية كبريفيو على الاقل. كده الدنيا تمام قوي بالنسبة للدست. نعمل
دبل كليك هنا عشان نقفل اللايتس كالعادة. وفضل حاجة واحدة بالنسبة للدست بس، ان اروح لبامب. البامب اللي هي الخامة اللي بتعمل بروز، او التشانل اللي بتعمل بروز، وهروح لتكتشر وممكن نحط ابيض واسود. على فكرة انا هاخد نفس دي بالظبط، كوبي وبست في البامب، تمام، وازود البامب ومفيش مانع اخش دي، ودي بقى اخليها ابيض ابيض واسود اسود، لان البامب بيرفع لفوق وينزل لتحت. كده مثلا هنلاقي كده الدست ده كأنه بقى بارز. اوبس، بيعيد الريندر تاني. وادي الدوت بتاعه. كده خلصنا من الجريل ديرت. فاضل اخر حاجة في الجريل ديرت، لو خدنا بالنا شايفين دي، لو رحنا هنا هنلاقي دي كيوبك. اي نعم، لكن عايزين نروح للتكتشر مود اكسس ونتأكد ان احنا صح. ما افتكرش هنا دي اللي فيها المشكلة، افتكر ان المشكلة في فعلا المشكلة كانت فيها. فعلا كان فيها المشكلة، بس كده الماتيريال ارتاحت على الاطراف. اللي بعد كده ان احنا عايزين نحط على الايدجز دي 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 نحط عليها خربشة، نحط عليها خربشة. طب تيجي ازاي؟ تيجي بحاجة اسمها الانفيرتد امبيانت اوكلوجن، ودي في اصدار 18 فقط. هوريكم برضو طريقة تتعمل على اي اصدار من سينما. المهم تعالوا نشوف بتاعة اصدار 18 الاول. كالعادة هعمل تيست ماتيريال، هاجي عند نو لاير. طبعا دي الجريل ديرت المفروض هتبقى في الميترز. هاجي على نو لاير ودبل كليك، ودي هنسميها تيست، والتيست تكتشر دي هحطها على الفرونت جريل. هشيل ترانسبيرنسي، هشيل كولر، واحط لومينانس. ليه؟ هوريكم. الامبنت اوكلوجن عارفين ان هو ابيض واسود، فهنستخدم الابيض والاسود ده ازاي في المحاضره اللي جايه.